فكرنا وخططنا كيف نعم. وهي أيضا على فكرة ليست فقط سياحة وإنما اقتصاد وتجارة وفيها منافع للناس. السياحة الثقافية، زيارة الأماكن الثقافية والمتاحف والمكتبات ومعارض الكتب، يعني العالم العربي يزخر بالمخطوطات. أنا يعني العالم الإسلامي طبعا فيه أكثر، أنا زرت مكتبتين في العالم الإسلامي، زرت مكتبة السليمانية في إسطنبول وزرت مكتبة التي في قم. في كل مكتبة من هذه المكتبات أكثر من 80,000 مخطوطة لم تطبع بعد. طيب هذه كيف لا توفر يعني أنا ما كنت أعرف عنها. أين الدعاية؟ أين الإعلان؟ أين التيسير؟ وخذ السياحة العلاجية، السياحة العلاجية إيش هي؟ شوية منتجعات صحية على منابع حارة ولا غيرها، ولا هذه مليانة البلاد العربية لكن ما في خدمات مثل الناس. أما السياحة البيئية، زيارة المحميات الطبيعية سواء الصحراوية أو غيرها، العالم العربي يزخر بأماكن لم يتم استكشافها. السودان وحدها، السودان فيها من الأماكن التي لا يخطر على قلب بشر أن يزورها، وغيرها وغيرها وغيرها. أما السياحة البحرية، السياحة البحرية يعني العالم العربي خذ، عندك خليج عربي وعندك بحر عربي وعندك بحر أحمر وعندك بحر متوسط وعندك محيط أطلسي، عندنا كل هذا، وعندنا شرم الشيخ واللاذقية والعقبة والإسكندرية، كل هذا عندنا وغيرها وغيرها، نستطيع أن نعمل. أما سياحة المؤتمرات، الآن ما شاء الله من أكبر مؤتمرات العالم قد يقام في، أنا حضرت في قطر مؤتمر عن الاستثمار في الأفلام العالمية، وجاءوه الناس من أمريكا ومن أوروبا ومن هونغ كونغ وغيرهم، لكن مزيد من الجهد في هذه المسألة. سياحة التسوق، سياحة التسوق يعني بلادنا ما شاء الله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فما يعني ما يحتاج الواحد يسافر للندن حتى يشتري بضاعة لندن، كل شيء موجود عندنا، وعندنا بضاعة محلية، وعندنا الآن معظم الشركات العالمية صار عندها مصانع في جبل علي ولا في غيرها. أما السياحة الرياضية مثل حضور مباريات كأس العالم وغيرها، فهذه أيضا حدث ولا حرج. هذا قطر ونجاحها في إدارة الأسياد اللي هي الأولمبياد الأسيوية، ويعني كل هذا ممكن أن نحققه. الآن اسمعوا لهذه الإحصائية، 48% من السياح العرب يقصدون الدول العربية للسياحة، بينما 52% يقصدون دول أجنبية. كم صرفنا، كم ضيعنا حتى من أخلاق شبابنا. ارتفع عدد السياح العرب إلى ماليزيا لأنها جدت في هذا واستجلبتهم، كان في عام 2001 3000 سائح، تعرفون في عام 2008 200,000 سائح. بينما أمريكا التي كانت مقصد رئيسي للسياح العرب، انخفض السياح العرب من 2001 إلى 50% الآن، والسبب التعامل السيء الذي يعامل به العرب وهذا الاستقصاد لهم. تعرفون كم يصرف الخليجيون على السياحة سنويا؟ سنويا كم يصرفون؟ 20 مليار دولار، 20,000 مليون دولار سنويا يصرفها الخليجيون على السياحة. تعرفون 20 مليار دولار هذه ماذا تعني؟ تعني 10 ملايين وظيفة لعاطلين عن العمل في العالم العربي. أنا لا أقول للناس لا تتسيحوا، لكن تخيلوا لو وجهنا هذه السياحة إلى داخلنا كم المعادلة ستتغير. مزيد من معاني السفر واقتصادياته والنظرة إليه نظرة جادة في دقائق بعد الفاصل إن شاء الله. يشتد الظلام وتزداد الآلام، فهذه أمة يعتدى عليها
منذ النشأة، وتتعاقب الخطوب على مر الأيام، مناكشات ومناوشات من الروب وتهديدات من الفرس، حتى إذا زاغت الأبصار، الضرب تحت الحزام وفوق الحزام وبجميع أنواع الضرب القذر في الأمة الإسلامية، وبلغت القلوب الحناجر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. جاء وعد الله تسبقه البشائر، صدق وعد ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وإلى يومنا. الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية في المبشرات. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. حصريا على الرسالة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فأي إنسان يعصي ربه تعاقبه فطرته بالكآبة والضيق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكيف لنا أن نرى طريق الهدى فنفوز برضا ربنا؟ أن يقطف المسلم من ثمار الإسلام شيئاً إلا إذا كان مستقيماً على أمر الله. الدكتور محمد راتب النابلسي في سبل الوصول. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس به أحداً سواك. حصرياً على الرسالة. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثنا عن السفر. السفر علمني أشياء كثيرة. أنا أقول لكم يعني والله يمكن فيها شوية جرأة، لولا السفر ما كنت أنا، لولا السفر ما تشكلت بهذه الشخصية. جزء رئيسي من شخصيتي شكلها السفر. ماذا تعلمت من السفر؟ والله ماذا أعد وماذا أترك، لكن دعوني أقول بعض الأشياء فيما بقي من الوقت. تعلمت من السفر الانفتاح العقلي والإبداع. هكذا أنا كنت عقلي مغلق وطريقتي في التفكير محدودة، لكني لما سافرت رأيت ما في الدنيا من جمال، ليس طبيعة أتكلم هنا وإنما جمال حضارات، وتعلمت منهم أشياء كثيرة. احتكيت مثلا بالشعب الماليزي فوجدت شيء عجيب عجيب. والله احتك الإنسان بالماليزي يعني يستصغرهم، يظن أنهم هؤلاء يعني لطفاء ومؤدبين ويعني متواضعين، ما عندهم شيء. لكن لما يحتك فيهم مع هذا التواضع ومع هذا يعني الرقة، تجد عمق في التفكير وحسن في التخطيط وأداء مميز في الإتقان، شيء عجيب عجيب. باحتكاكي بالسفر رأيت متاحف جعلتني أفكر بطريقة مختلفة. أذكر ولا أنسى دخلت مرة متحف من أعجب المتاحف، كان متحف في أمريكا، متحف يعلم الشباب والأطفال الاقتصاد، متحف اقتصادي هكذا. فتدخل المتحف يعرفك على تاريخ الاقتصاد وعلى نظريات الاقتصاد ويعرفك على المعادلات الاقتصادية، وكلها بألعاب، كلها بالألعاب، حتى تدخل لعبة من الألعاب. أذكر أني لعبتها مع أولادي، هذه اللعبة عبارة عن مشروع، فتقرر كم تضع في المشروع وكم تنفق وكم تتسلف وكم تدفع، وبعدين تطلع يا خسران يا ربحان، كلها في متحف صغير. والله ظلوا الأولاد في هذه القاعة، قاعة الألعاب، ساعتين يلعبون عشان ينجحون في مشروعهم الاقتصادي. هذا علمني إبداع، بديت أفكر بطريقة مختلفة. أذكر ولا أنسى لما كنت أنا في أوكلاهوما، كان عندنا جامعة في أوكلاهوما تبشيرية نصرانية اسمها أورال روبرتس يونيفرسيتي. في هذه الجامعة، نتمنى أي واحد يروح تلسا أوكلاهوما يزورها، في هذه أول المباني كل مبنى أجمل من الآخر، إبداع في البناء، شيء لم أره في الدنيا كلها.
في الدنيا كلها لم أرى مثل الإبداع الذي في جامعة أورال روبرتس. لكن جزء منها متحف، لكن متحف أيضا لم أرى مثله في حياتي. تدخل المتحف وإذ هو قصة الحياة من خلال الأديان، فتدخل قاعة هذه سفينة نوح، فتجلس في السفينة وتبدأ استعراض ماذا حدث، وتبدأ الحيوانات، وتبدأ الكراسي تحتنا تهتز وكأننا في سفينة نوح. ندخل قاعة أخرى فإذا قصة موسى عليه السلام وانشقاق البحر شيء عجيب. هذا كله جعلني أفكر بطريقة مختلفة، ولولا الوقت لضربت لكم الأمثال والقصص مما شاهدته في الدنيا من هذا الأمر الذي جعلني ما أستطيع أفكر بطريقة عادية بعدها، لابد أفكر بهذا المستوى، وهذا فيه إبداع. أيضا تعلمت من السفر الانفتاح الفقهي. في قضية الانفتاح الفقهي تعلمت من خلال السفر أن هناك آراء أخرى، هناك أدلة أخرى، هناك يعني معايير أخرى للحكم على الأمور، هناك نظرة أخرى للفقه من خلال أصول الفقه. أنا تعلمت من فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، تعلمت بعض المعاني التي لم أجدها في كتب ولم أجدها، وبعدين بعض القضايا التي كنت عندي شكوك فيها، ما الرأي فيها، وسمعت من بعض العلماء الكبار رأي في المشرق، ذهبت إليه فإذا عنده رأي آخر وأدلة أعمق وبراهين أكبر. لو كنت في مكاني منغلقا ما عرفت هذا. أيضا تعلمت من السفر المعايير العالية للأداء والجودة، رأيت الناس كيف يشتغلون بمستويات عالية جدا، فما أستطيع الآن أعمل بجودة ضعيفة ولا أمشي وأسلك، لابد من هذا المستوى العالي. أيضا استفدت من السفر صداقات عالمية. هذه الصداقات التي بنيتها في الأسفار إلى اليوم، أي مكان في الدنيا أذهب عندي أصحاب، عندي أصدقاء. لو فكرت في أي مشروع عندي، لو حبيت أسأل عن أي إنسان عندي، أرفع التلفون على ناس في المغرب ولا ناس في ماليزيا ولا ناس في اليابان ولا غيرها. هذا جزء مما في السفر. وتعلمت في السفر أمرا جميلا، نعمة وجمال اختلاف الناس. اختلاف الناس هذا نعمة. تخيلوا معي، لو كل الناس نفس الأشكال، نفس الملابس، نفس الموسيقى، نفس الفنون، نفس التفكير، ما شأن الحياة؟ ستكون حياة مملة جدا. فجمال البشرية في اختلافها وتنوعها. هذا الكون كتاب مفتوح، لا نقرأ إلا صفحة واحدة منه عندما نكون قد رأينا بلدنا بس، لكن عندما نزور البلاد المختلفة نكون قد رأينا كل الصفحات. الذي لا يسافر لديه كثير من الأحكام المسبقة، فقهية وحضارية وعادات، يظن أن ما عنده هو أفضل ما في الدنيا. ليس ما عندنا هو أفضل ما في الدنيا، هناك أشياء جميلة عند البشر غير موجودة عندنا. وتعلمت أخيرا من السفر أن كل مسلم عندما يسافر، بالإضافة أنه يجب أن يستفيد وتكون سياحة العقول عنده أهم من سياحة الأجساد، يتذكر أنه سفير عن وطنه وعن دينه. ياما رأيت من أناس أسلموا في أمريكا، رأيتهم بعيني أسلموا بسبب من زارنا من أمريكا من العلماء ومن أصحاب الفضل والدين. فهذه معاني يجب أن تستقر في النفوس. أختم بحكمة من كنوز إحياء علوم الدين. يقول الشيخ حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: السائحون في غير مهم في الدين والدنيا، يعني الذي يسافر لأجل أمر ما هو مهم لا لدينه ولا لدنيا، بل هذا تكملة كلامه، بل لمحض التفرج في البلاد. هذا واحد ذاهب بس يريد أن يتفرج في البلاد، ماذا يقول عنهم الإمام الغزالي؟ يقول: فلا بأس بسياحتهم، ما كفوا عن الناس شرهم ولم يلبسوا على الخلق حالهم. سافروا، تفرجوا، لا مانع. هو يعتبر أن هذا تضيع وقت، هذا التفرج في البلاد وكذا تضيع وقت، لكن يقول إذا ولا بد لا مانع، بس بشرط
بشرط أن يكون سفير لدينه، سفير لولده، ما يلبس على الناس الحق، ما يقولون شوفوا المسلمين شوفوا الإسلام. إذا واحد تصرف تصرف غلط، واحد، الناس لن تقول فلان تصرف، سيقولون أهل البلد الفلانية فعلوا، المسلمون كلهم هكذا. كونوا انطباع.